وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مع مؤسسة طيبة للتنمية اتفاقية تنفيذ برنامج لإفطار الصائم في اليمن ويشتمل البرنامج على توزيع ما يقارب من 300 ألف وجبة إفطار خلال أيام رمضان المبارك ويشمل البرنامج توزيع الوجبات في كل من مأربة وعدن وشبوة والجوف وحضرموت وأبين وتعز والمهرة والحديدة ولحج والضالع والبيضاء وذلك لسد حاجه الصائم في شهر رمضان المبارك والتخفيف من معاناه الاسر النازحه وادخال الفرح والسرور على الصائمين